بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير والحمد لله كثير والسلام على أهل الإسلام. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، من ربي يمحي ماضيكم لأنكم شركوا في مرحلة إيمان، والإيمان يمحو ما فات من ذنوب وغليان وغثيان وسوء أدب مع الرحمن. ولا تيأسوا من روح الله، والآية لم تتم بعد، نرى إن شاء الله تعالى.